زياد وسليم الاثنين دلوقتي بيدوروا عليك، عايزين يموتوك. اهرب يا احمد، انا مستعد اهرب معاك. وعندنا اللي اتفرط ملهاش الا الموت. واللي حبها عمل ايه؟ سابها تموت. الصياد عمره ما بيفكر في الطير اللي وجعه، دايما العصفور هو اللي غلطان والصياد معليش لوم. والله والله يا حلو زمان، يا اغلى من روحي بزمان. والله ايه اللي مسهرك دلوقتي؟ قلت ما جانيش نوم، قلت استنى لما اطمن عليك واشوفك طالع قطر. انت كده قلبك عليا؟ امال هيكون قلبي على مين يعني؟ انا ما عنديش 4 معلقة ومع الحيطة، انا كل اللي يهمني ان ربنا يساعدك. روحك لوحدك على عيني، لكن ما باليد حيلة. ما تخافش علي، هو انا يعني لسه صغيرة؟ بكرة ارجع لك انت والعيال والاقيك بصحتك واجيب الفلوس ونتهنى تاني. بس لازم توكل عنك محامي كويس. انا اخترت محامي فعلا. مين؟ انت. انا اترافع عنك؟ حرام عليك يا عادل، انت عايز تتشنق. اعمل معروف، شوف حد غير. ان انا عمري ما كسبت قضية. عشرين سنة اديت فيهم واجبي كزوجة وكأم بمنتهى الامانة. انا دلوقتي مش بطلب غير حقي، حقي في اني اعيش حرة وبعيدة عن انسان كرهته وعشت معاه بالكره 20 سنة. ليه الدنيا جميلة وحلوة وانت معايا وانت معايا؟ ليه بتخلي القلب في نشوة وانسى قسايا وانسى قسايا؟ احنا اتخلقنا لبعض، خلقنا عشان نعيش سعادة مع بعض. عايزني اسلبها اعز انسان اليها في الوقت اللي هي فيه فتحت في قلبها وبيتها. عايزني انكر الجميل اللي اتعمل فيا؟ يقول عليا ايه عني؟ اني قبلت معروفه بالجحود، اني فرقت بينك وبين بنته. شيخ الله يخلي لك والدتك، يا ريت انا كان ليا والدتك. ليه هي ام رجب مش ربنا يخليها وما يحرمنيش منها، ربتني وتعبت فيا، لكن ده ما يمنعش ان يكون لي ام. يا ست انا مستعده ابقى ابوكي واخوكي و أمي. اشتريتني من مزاد وبعدين اتركنت على الرف زيه. ايه الافكار السخيفه دي؟ ما هي دي الحقيقه، مش عارفه اتلم عليك ولا اكلمك كلمه واحده، وانت مش سائل فيا. اعمل لك ايه؟ دي الطريقه اللي اتكلم بيها الست بتاعتك؟ انا كده؟ امال اتجوزتني عشان ايه؟ عشان تعذبني؟ عشان تمتحن اخلاقي مره تانيه؟ كان يوم حبك اجمل صدفه، لما قابلتك مره صدفه، قال لي جمالك اجمل صدفه. مادام تقدر تسعد الناس ليه تشقي روحك؟ انت مش بتقول ان كل شيء في الدنيا رمية زهر؟ ليه ما تحاولش تجرب حظك في الناحيه دي؟ جبتني هنا ليه؟ لازم تقولي لي ده رايي. لكن لازم اهرب منك من الاول. حب لك عماني عن الحقيقة، خلاني انسى انك متجوز. انا عرفت النهارده من ابناء مينا ظروف الست اللي انت متجوزها. انا مرضاش انك تسيبها عشان، ومتاكده انك يستحيل تتخلى عنها. مش قلت لك ان الدنيا صغيره؟ فعلا، والقدر كبير. اظن اقدر اعرف دلوقتي انت مين. انا ايزيس. العمل السينمائي مش فرد، مجموعة، والشطارة ازاي تنقي المجموعة اللي حواليكي متفاهمة عشان التفاهم في العمل بينجح العمل.